يعني هذا الموضوع كتير حساس على فكرة. نعم يعني أنا دائما بنصح إن كان شباب أو بنات لما بنواجه أي مشكلة ببشرتنا دائما نروح عند دكتور الجلدية، اليوم ما نروح بشكل عشوائي لأي منتجات نشوفها على الإنترنت. ممكن شباب تمام وممكن بنات يقعوا بفخ التسوق أونلاين بطريقة غلط. يا جماعة هاي الشركات ممكن تكون مانا مرخصة، ممكن تكون المواد اللي عم تبيعها جدا ضارة، والضحية اللي راح تكون فيها بشرتنا، يعني بشرتي ممكن تتعرض لحروق. طبعا بده يكون المصدر موثوق والمنتج مرخص. خلينا ننتبه إن كان أدوية ريجيم وإن كان أدوية بشرة وإن كان في كتير منتجات، يعني مو بس التجميل. وسمعنا كتير حالات تعرضت ل، يعني الله يبعد الأذى عن الجميع، في ناس فقدت ناس بتحبها من وراء الأدوية.